العزيمة والإصرار هما سر التفوق والنجاح في كل المجالات. الجمعة 8 مساء الزمالك والهلال السعودي في بطولة مستحدثة تجمع بطلي الدوري المصري والسعودي كأس لوسيل بقطر. الماتش هيتذاع على بين سبورت 1 اتش دي المفتوحة، 1 و2 الكاس القطرية وقناة اون تايم سبورت. الزمالك لعب الهلال قبل كده وغلبناه 2-1 ايام حمدي النجاز وكابونجو كاسونجو، وساعتها قلنا زملكاوي جميل. المره دي هنقول زملكاوي جميل واجمل واجمل فوق ما انت تتخيل. وعد مني ورهان الزمالك هيكسب الهلال وكلاكيت التاني مره 2-1 ومرتاح. المهم عندنا ان احنا نمتلك الان الاستقرار ونمتلك كواليتي لعيبه وتيم كبير وعالي عن ما احنا كنا فيه قبل كده. جوزفالدو فيريرا أصبح لدينا الاستقرار والعزيمة والإرادة والتحكم والرشاقة والمرونة والقدرة والمهارة والسرعة زي ما أنت عايز تقول. قول ما ينفعش بتيم زي ده أنت تخاف وانت نازل الملعب، لازم يبقى فيه توازن حتى في التشكيل. ما ينفعش زي ما أنت هتعمل له حساب والله هيعمل لك ألف حساب. احنا غلبنا الهلال ووقفنا عموري ببهاء مجدي، محمد عواد، الونش عبد الغني، المسلوسي فتوح، إمام رؤى، زكريا الورد، إبراهيم منضاي، أحمد السيد زيزو، سيف الدين الجزيري. في مواجهة عبد الله معيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، يانج سون هو، وسعود عبد الحميد، وكولر وكانو، وسالم الدوسري، ماسيو بيريرا، موسى ماريجا، وإيجالو. فلمن ستكون الغلبة؟ زملكاوي جميل 100%. وأخيرا لا تقلب الصفحة حتى تقرأ الضحك الأخير. مرتضى منصور قال لك مستحيل أعادي النادي الأهلي وجماهيره العظيمة، مين مجنون يعمل كده؟ قال لك إن النادي الأهلي أفضل نادي حاليا في مصر. ليه؟ لأن الزمالك في قطر.